ولكن أن تعود هذه الظاهرة من جديد فإن هذا أمر يؤدي إلى القلق فعلا، خاصة أن هذا الباحث ذكر بأنه انتشر كتاب أحد رموز الإلحاد الجديد وهو ريتشارد دوكنز في كتابه وهم الإله، وأن صحيفة التايمز ذكرت بأنه من أكثر المبيعات مبيعا، من أكثر الكتب مبيعا، وتقدم في قائمتها لأسابيع فكان على رأس القائمة وبقي في القائمة لمدة عام كامل، وأن موقع أمازون كان يبيع أعداد هذا الكتاب بشكل كبير جدا وتصدر القائمة لمدة طويلة، وبيع منه في 4 سنوات أكثر من 2 مليون نسخة، وهذا أمر ينذر بخطر كبير، وأن الناس بدأوا يقرؤون مثل هذه الكتب، خاصة أن هذا الكاتب هو من أشد الكتاب وقاحة وجرأة فيما يطرحه وفي تهكمه على في الذات الإلهية وفي الحقائق الغيبية أو الدينية وفي انتقاد مخالفيه، ولكن ذلك كله لم يمنع من مداولة كتابه. وهذا أمر أيضا انتشر في طائفة من الدول الأوروبية، وبدأ يستمر أو بدأ ينتشر في العالم الإسلامي، وتلكم الإحصاءات التي ذكرتها إنما كان في سنة 2010 للميلاد كما ذكر، فما بالكم بالإحصاء الآن بعد نحو 10 سنوات من هذا الإحصاء. وإن كنت لا أستطيع أن أعتمد على مثل هذه الإحصاءات لأن الاعتماد عليها كليا خطأ، فنحن نعلم أن هناك بعض المراكز البحثية تميل إلى تيارات معينة وتقوم بنشر إحصاءات كاذبة لأجل ترويج أفكارها، فلا ينبغي أن يوثق بها تمام الثقة، ولكن ذلك مؤشر ولا شك لأن الأمر موجود وخاصة في أوروبا فقد سبقت إلى الإلحاد. فإذا هذا نوع من الإلحاد جديد وبدأ ينتشر بكثرة، خاصة إذا وسعنا مفهوم الإلحاد،